تمام سمعت، مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم اكيد، مرحبا باش انكم تشاركوا معنا في مختلف مواضيعنا وفقراتنا ايضا. اذا مرحبا باش انكم تشاركوا معنا في مختلفها. البدايه كتكون دائما بالصحه والتغذيه وصحتنا خلال شهر رمضان، وبزاف ديال الامور دائما كنناقشوها اياكم من خلال التواصل ديالكم من خلال 0522 36 20 91. واكيد مرحبا باش انكم تشاركوا معنا وانكم تعطونا دائما الاراء ديالكم المختلفه. كيف كل الاربعاء كيكون حاضر معنا الاستاذ والباحث محمد حسين اللي هو متخصص في التغذيه كذلك. صباح الخير. اهلا وسهلا. اذا اليوم مكملين دائما في الكلام ديالنا فيما يخص شهر رمضان. شهر رمضان تبارك الله 15 يوم، بقات 15 يوم اخرى ان شاء الله تكون بركه وخير ان شاء الله على كل مستمعين والمستمعات، وتقضيوها دائما كيف كتمنوا اكثر بالصحيحه والسلامه، ودائما يخرج رمضان ونلقاكم دائما في اجود حال وصحه. اليوم غنتكلموا على نقطه اللي هي اساسيه ملي تنتكلموا على تغذيتنا خلال شهر رمضان وهاد الامور كلها. بزاف الناس كتبغي دائما تعرف انني ربما لخبط بزاف في شهر رمضان او في هذه الامور ديال 15 يوم، كيفاش ممكن ليا انني ندارك هذه الامور كلها في 15 يوم الثانيه؟ اشنو هي الامور اللي خاصني ندير؟ وخاصه اننا تنعرفوا ان 15 يوم وراء العشر الاواخر، يعني الانسان كيجتهد دينيا بشكل كبير، كاين الناس اللي ربما ما كتبقاش انها تاكل الوجبات ديالها كامله، كتنقص من الاكل بشكل كبير لانها كيكون واحد الجانب ديال العباده بشكل اللي هو اكبر. نتكلموا هاد النقط كلها معك ونحاولوا اننا نشرحوا الناس كيفاش ممكن من انهم يتداركوا هذه المساله هذه الى الانسان لخبط في ال 15 يوم الاولى. تفضل. مرحبا. اذا هناك مجموعه ديال العلامات اللي كتخليني نقول بان رمضان ديالي او الايام الاولى ديال سيدنا رمضان ما كانتش هي هذيك، والسبب هو انه مازال ما لقيتش ذاتي، مازال ما لقيتش داك الانسان اللي كنت كنتظرو في الوقيته اللي كنت كنتسنى من الصيام انه يبين فيا شي حوايج اللي مهمه. غير لا اخفيكم كما كيقولوا سرا، البارح كنا في واحد المحاضره في تامسنا، والناس فاش بغاو يحطوا لنا واحد الطبق اللي تقريبا واحد 90% او لا الى ما كنتش نقول ما بين 80 و 85% كلها كانت مبنيه على العجائن، مبنيه على دوك الفطائر اللي موالفين كنحطوهم في الفطور ديالنا. وبالتالي كتجي كتقول نحاول نسولوا دوك الناس اللي كانوا جالسين معنا كاملين كيفاش هو الفطور ديالكم؟ مناش مشكل، وفاش شافوا في ديك الطابله قال لك تقريبا بحال هكا، فإلا كان تقريبا بحال هكا اوتوماتيكمون راه ما ننتظرش من انه رمضان غادي يغير فيا شي حوايج او لا غادي يصحح فيا شي حوايج، لان ما عطيتوش الوسائل والاليات اللي غيقدر يبني ولا يقدر ياخذهم كمعول اللي يقدر يعطي به نتائج على المستوى ديال الاداء ديال الجسم ديالنا عند نهايه شهر رمضان. فالخطا الاول والاخير وهو انه في الوقيته اللي ما كيكونش هناك توازن ما بين المكونات ديال الوجبه الغذائيه ديالي، الا ما كانش هناك توازن كون على اليقين بان النتيجه ما غتكونش كذلك مصره. والدليل على هذا ان لقيت ناس بالامس اللي قال كان يزيد في الوزن في هذه 15 يوم، كان بعض الاخوات اللي زادوا 5 كيلو، بعض الاخوات اللي زادوا كيلو، بعض الاخوات اللي لقاو راسهم بانهم ما زادوش، بقوا في نفس الوزن ديالهم. وهذا كيتبين بانه راه هاد ال 15 يوم بحال لوكا ديالي الان، فاش تعبرت غير هادي واحد اليومين لقيت راسي بان غير في رمضان، لان من قبل رمضان لدابا نقصت تقريبا واحد 10 كيلو، غير في رمضان لدابا نقصت كيلو 700 غرام. الوغ صافي دير بانه رغم البرنامج ديال اوماد اللي حنا حاضرين معاه، مازال كتلقى الجسم يعني كيلقى صعوبه في انه يؤدي الواجب ديالو على احسن ما يرام، وانه يقوم بعمليات الحرق. فما بالك انك الى ما التزمتيش بالاوماد ومازال ما التزمتيش بوجبات غذائيه متوازنه، كيفاش بغيتي هذا الجسم انه يتجاوب معك وانه يعطيك نتائج بالشكل اللي كترضاها؟ سولنا كذلك شنو هما الاشياء اللي لقيتها من خلال هذا الشهر الكريم. قالت لك اودي الوزن اولا انديكاتور رقم واحد ديال انني درت شي حاجه ماشي هي هذيك في سيدنا رمضان. المساله الثانيه الدوخه، العدد كبير من الناس اللي كيقول لك اودي حنا كنعانيو من الدوخه في هذه الايام هذه، وهذا الجواب عليه بسيط جدا، لان 11 شهر وانا كنعطي الذات ديالي غير السكريات، وبحال ولفت لو كور ديالي على اساس انه ياخذ السكريات،
فاش قطعت عليه السكريات في الوقيته ديال الصيام اشنو غيبقى يدير لي داك الحركات اللي غيخلي الجسم يقول لك لا رجع لي السكريات لا رجع لي السكريات، واول حاجه كتفكر فيها بمجرد ما كيأذن المؤذن هو انك كترجع للسكريات. فلو انني قلت لا الجسم ديالي في الوقيته اللي كيأذن المؤذن السكريات، كون على اليقين بانه لغت ليه النهار الاول غيكون عندك صداع، النهار الثاني غيكون صداع، النهار الثالث ما غيبقاش عندك داك الصداع لانه فعلا اعطيتي للذات ما هو مفيد، وبالتالي بدات كتبني وكتجدد ما هو كائن عندك بالداخل بدك الوجبات الغذائيه اللي هي سالمه واللي هي متوازنه واللي فيها جميع العناصر المغذيه اللي كنتكلموا عليها دائما من سكريات جيده ومن دهون جيده ومن بروتينات جيده وفيتامينات واملاح معدنيه ومضادات الاكسده ومضادات الالتهابات. فهذو ما كنشوفهم وكما كنقولوا دائما هذو ماشي دي تيرم اللي يصعب علينا اننا نشوفهم فوق الطابله ديالنا، بل بالعكس يسوفي باش انني نحط غير الفاكهه ثم نتبع ليها ان سلاد ثم نتبع ليها ان سورس دو بروتين وديك لا سلاد ديالي ندير لها دهون جيده وما فيها باش نرمي عليها داك لا سلاد رمي عليها شويه ديال القرقاع شويه ديال اللوز وشويه ديال لي غرين دو شيا وناخذهم وهادو غيعطيوني كما نقول ما هو مفيد على المستوى ديال الذات ديالي. وغتشوف غير من ناحيه ديال الاداء من ناحية ديال الطاقة اللي غترجع لك في هذه الأيام الكريمة ديال سيدنا رمضان تخليك تقول بأنه إذن أنا في منحة صحيح وفي طريق جيدة فيما يخص الصوم ديالي أو التعامل ديالي مع الذات ديالي أثناء الصيام. نعم، في كثير من مرات تذكر ريجيم الوجبة الوحيدة، احنا اكيد خاصنا نتكلم على هذه النقطه هذه ديال واش عنده ايجابيات او لا عنده اضرار على الصحه، شنو هي المواد الغذائيه اللي ممكن ان الانسان يستهلكها باش فعلا نمشيو اننا فعلا دخلنا للذات ديالنا كل المواد اللي كتحتاجها باش هكذا الناس معنا تصحح. حتى اللي كتاخذ غير وجبه واحده في النهار كي كنذكر في كثير من مره تعرف هذه الوجبه اشنو خاصو يكون فيها المكونات ديالها. نرجعوا نكملوا في هذا الموضوع ونكملوا في مواضيع اخرى، واكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم مستمعي ومستمعات على 0522 36 20 91 على شاده اف ام. معكم الاستاذ والباحث محمد المتخصص في التغذية كذلك، تنتكلموا على تغذيتنا خلال 15 يوم اللي داز من شهر رمضان. أكيد كاين ناس بزاف اللي التزموا بالوجبات الصحية وبالأكل الصحي، ولكن كاين بعض الناس اللي نقدروا نعزيوها العرايض اللي كيكونوا الناس ربما ما كتفطرش في الدار ديالها، كتكتشف بزاف ديال الحاجات، فبالتالي كتكون واحد اللخبطة على مستوى الأكل ديالنا. شفنا معك أستاذ أن مسألة ديال الماكلة ديالنا خلال 15 يوم الإنسان يقدر أنه يداركها في 15 يوم التالية اللي احنا بديناها من اليوم اللي ان شاء الله 15 يوم بركه وخير يا رب. اذا الى جينا نتكلموا على هذه النقط ونتكلموا على الاساسيات اللي خاصها تخذ، قلت لك في البدايه انك كتكلم دائما على نظام الوجبه الواحده، وحنا كنعرفوا ان الوجبه الواحده باش انها فعلا تكون صحيه وانها تكون كتعطي الفائده ديالها للذات ديالنا راه فعلا خاصو يكون فيها بزاف ديال الاعتبارات بزاف ديال الحاجات، سينو كتولي عندها اضرار على مستوى الصحه ديال الانسان. الى الانسان مثلا سمع وجبه واحده وغيجي مثلا يجمع فيها كل شيء ديال النهار ديالو كامل، فبالتالي فعلا غيكون واحد اللخبطه على مستوى شنو كتستفد منه الذات شنو هاد الامور. اجي نتكلم على النظام اللي كتذكروا في كثير مره وديما كنلاحظها وكنقول كل مره خاصني نطرح هذا السؤال باش الناس تفهم معنا شنو هما المكونات اللي خاصو يكونوا فيه. مرحبا. شنو هما الحاجات اللي خاص فعلا ان الانسان باش فعلا انه يستفد وكيفاش خاصو يكون وخلال شهر رمضان بالتحديد ماشي خارج رمضان. تفضل. مرحبا. الوغ في هذا كما كيقولوا لو ريجيم اومات ولا لو ريجيم ديال الوجبه الواحده او اللي كيتسمى ب وان ميل ا داي، وان ميل ا داي هذا ريجيم اللي الناس يعني بداو كياخذوا عليه ليس فقط على المستوى ديال المغرب بل على المستوى الدولي ولا الان الناس كتكلم على الوجبه الواحده والوجبه او الوجبتين والوجبتين اللي كنتكلموا عليها بلو جون انترميتون وهذا لو جون متقطع. هذا الصيام المتقطع هو غالبا اللي كنتكلموا على 8-16 وان ميل ا داي هو اللي كنتكلموا على وجبه بعد 23 ساعه ديال الصيام. هاد الوجبه من بعد 23 ساعه ديال الصيام كنقولوا بانه انا كنشوف الذات ديالي زايد شويه في الوزن، عندي طفائح جلديه، عندي شي حاجه اللي كنحس براسي ما مرتاحش فيها في الذات ديالي، كتقول هدا جات الوجبه باش انني نعطي واحد الراحه للذات ديالي من الناحيه ديال التغذويه. دونك نعطي للذات ديالي الراحه من الناحيه التغذويه مقبوله. علاش؟ لان كل ما ريحت الفارق ديال الانسولين
وخليت الفرق اخرى اللي كانت نائمه وكانت غير يعني مطلوبه فانها تؤدي الواجب ديالها. الان علاش اللي ما ندخلش الذات ديالي في واحد الفرصه ديال انني نخرج ديك الفروق اللي كانت نائمه تؤدي الواجب ديالها؟ فهنا كيوقع مشكل، لان في الوقت اللي 11 شهر وانا كناكل 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 ودائما كنخلي غير الفريق ديال الانسولين اللي كيخدم، كتجي دابا كتجي كما كيقولوا ديك الصدمه، وكنخلي الجسم ديالي كنقول له حبس الفريق ديال الانسولين وفيق الفرق الاخرى اللي كانت ناعسه 11 شهر. هنا فين كيلقى ذاك الانسان هذيك الدوخه، كيلقى راسه بانه ما قادش، كيلقى راسه بانه صعب عليه انه يقدر ويقدر كما كيقولوا يفشل وما يبقاش متبع البرنامج. لكن لهذا فاش كنقولوا النظام ديال الوجبه الواحده خص يدخل عليه الانسان بالتدريب. البارح كنت انا كنصوم غير 12 ساعة، ندوز ل 14 ساعة، ندوز ل 16، وكأنني أدرب الذات ديالي على أساس أنها تكون مؤهلة دير صيام ديال 24 ساعة. وهنا كنجيو نشوفوا أشنو هي الوجبات، شنو المأكولات اللي خصني نحط باش أنه ما يكونش عندي هناك ارتباك يعني المستوى ديال الأداء الفيزيولوجي ديال الذات ديالي كليا. فباش كنبدا؟ كنبدا دائما بالماء. ايوه. وثم كناخذ معاه التميرات بحال الايام العاديه. ايوه. وكنخلي عاوتاني شويه ديال الراحه، وكناخذ غالبا الفروي وما فيها باس يكون نوع واحد ديال لي فروي، وكناخذ العصير ديال الخضروات كاس صغير، وكناخذ اون سالاد كومبليت، لا سالاد فيها كما كيقولوا لي فوي فيرت او الورقيات الخضراء، وكيكون فيها الالوان الاخرى مشكله، وكنزيد عليها لي فرويسك. ما بين لي فرويسك كناخذ كما دائما كنقول كناخذوا القرقاع، كناخذوا اللوز، كناخذوا لي غراندوشيا، كناخذوا زيت الزريعه ديال الكتان، وهذو كلهم كنحاول انني نشكل بهم ديك، وكناخذ حتى الكينوا وكنحاول نشكل بها السلطه ديالي. ومن بعد كنحط سميتو طرف ديال اللحم. ايوه. يا اما اللحم ديال الدجاج، بروتينات اللي تكون على شكل دجاج او لا بيض او لا حوت او لا اللحم ديال الغنمي او لا الدواره. الدواره ديال 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 الغنمي، فهي كل هاد الانواع ديال البروتينات كتخليني من خلال هاد التشكيله اللي تكلمت لك عليها كتكون عندي الوجبه متوازنه والوجبه كامله. الو في الوقت اللي كناكل هاد النوع ديال الماكله، كاين هناك الناس اللي كيقول لك اودي راه كثرنا. الو لا، كثرتي ما عمرك ما تخاف من 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 الاشياء اللي كتكون ناتجه طالعه من التربه ولا نازله من الشجره، هادو ما عمرك ما تخاف. واخا يكون عندك انيكسي، الا درتي 24 ساعه او 23 ساعه ديال الصيام راه كتعطي الفرصه للهرمونات او ليكيب اللي كتقوم بالعمليه ديال التنقيه انها ترمي ليكسي. ايوه. فوقاش كيكون عندي التخزين؟ في الوقت اللي كيكون عندي هاد الفريق ديال التنقيه والفريق ديال ازاله السموم من الذات ديالي ناعسة او لما تعطات لهاش الفرصه. اما الان راك على 23، كنتكلموا على 23 ساعه ديال الصيام اوتوماتيكمون تيفا غادي تامبليكي هذا الفريق باش انه يقوم ويؤدي الواجب ديالو ويرمي لاكسي، وكت عاوتاني تجبر الفريق الثاني اللي غياخذ من العناصر المغذيه اللي كانت في ديك الوجبه الكامله وغيبدا فيها البناء. دونك كتولي عندي العمليه ديال البناء والعمليه ديال التنقيه مسائل تلقائيه بحكم انني دخلت الذات ديالي في برنامج اللي كان اوبليجي الفريق ديال الانسولين اللي معروف بالفريق ديال التخزين يمشي يرتاح، ويخرج تخرج الفروق ديال التنقيه وتخرج الفروق ديال اعاده البناء. وهنا كنلقى راسي بانه فعلا ولو انني نكون زدت في الاكل ديالي في ديك الساعه راه سميتو ليكسي غادي ترمى وليكسي غادي نتنقى منه تقريبا نهائيا. بهاد العمليه هذه لما كنزيد اشنو كنلقى؟ سبحان الله كتلقى بانه في ديك الايام العشر الاولى واحد الرائحه كتخرج من الفم ديال الناس اللي كيتعطاو لهاد الاوماد، يعني شيء ما يعني قويه. لا نتكلموا على هذا ريجيم الوجبه الواحده اللي هو من الريجيمات ديال من نوع من انواع ديال الصيام المتقطع باش الناس تعرف. أيوة. تفهم معنا بشكل كبير. واخا الوغ ريجيم الوجبه الواحده. ريجيم ديال الوجبه الواحده وهو انني كناخذ وجبه واحده
في 24 ساعة. هاد الوجبة الواحدة نفرقها على ساعة باش كتبقى لي 23 ساعة ديال الصيام. هذيك 23 ساعة ما كنخليهاش كلها صيام على الماء والطعام، كنخليها صيام فقط على الماء حتى الوقيته ديال السحور. بمعنى ان المغرب ديالي الغيب بمجرد ما كيأدي المؤذن كناخذ دوك التميرات ديالي، كنشرب الماء، كنمشي نصلي، كناخذ الوجبه الكامله اللي تكلمت عليها قبل قليل اللي فيها الفاكهه وواحد الكويس صغير ديال العصير الخضروات، ان سلطه مشكله والبروتينات والدهون الجيده اللي كتكون خاصه زيت الزيتون. هذه هي الوجبه ديالي اللي نقدر نحطها كامله وناكلها ونوض في حالي، او لا كنبدا مثلا بالفاكهه ونشرب داك العصير ديال الخضروات ونجلس واحد شويه، نشرب ناكل كذلك لا سالاد ونجلس واحد شويه ونتبع عليها لي بروتين اللي خديت. وهادو هاد لي بروتين غالبا ما يفضل انها تكون مغلفه بالزبده البلديه، يعني فاش تكون سخونه بحال غادي نحط فوقها شويه ديال الزبده البلديه. علاش؟ لان حنا كنعرفوا بان الدهون لابد منها الجسم ديالنا. رحنا اللي خلى الميتوكوندريا ديالنا كتخرب واللي خلى التجديد ديال الميتوكوندريا ديالنا ما كتجددش وهو النقص ديالنا في الاكل ديال الدهون الجيده. فالزبده الا كانت مغلفه بزيت اللحوم الا كانت يعني بحال فاش كتكون مازال سخونه كنحط عليها واحد الطرف ديال الزبده اللي كيعطيني الدهون الجيده، اضافه الى زيت الزيتون والقرقاع واللوز اللي كاين تما والحبوب الشيه اللي كانت في السلطه، هنا كيعطيني الكافي من الدهون اللي غيعطيني طمانه على اساس من بعد الوزينات ديال الطاقه اللي هما الميتوكوندريا كيتبناو ليا وكيديو الواجب ديالهم في العمليه ديال حرق الدهون اللي كيكونوا على المستوى الكبد، العمليه ديال حرق ديال الدهون اللي كيكونوا على المستوى البطن، العمليه ديال حرق ديال الدهون اللي كتكون على المستوى ديال الاحشاء، وعاد الحرق ديال الدهون اللي كتكون عند الارداف. وهذا كله كيرجع الى انني بديت كنعرف شكون هي، لان في الوقيته اللي كتكون الميتوكوندريا ناعسه راه الدهون غادي تكتل على الكبده، غاد الدهون غتكتل على المستوى ديال البطن، على المستوى ديال الارداف. علاش؟ لان الوزين ديال الحرق ما خدامش. وشكون اللي كان السبب في الحرق ديال الوزين هذا؟ هو الاكل ديال لي فاست فود، هو الاكل الطعام فوق الطعام، هو انني كنكثر من السموم البيضاء. هذه كلها كتعطيني دي غادي كوليبر وكتعطيني مواد سامه. هاد لي غادي كوليبر زائد المواد السامه زائد البيئه اللي سبحان الله اللي كنكون عايش فيها ماشي هي ديك، هي التي تعطيني تخريب ديال هاد الميتوكوندريا اللي النتيجه ديالها كتظهر اولا الزياده ديال نسبه السكر في الدم، ثانيا المقاومه ديال الانسولين، ثالثا ظهور التهابات، رابعا كظهور مشاكل صحيه لا يحمد عقباها. فباش انني نتخلص من هذا الامر هذا اشنو كندير؟ كنقول كيفاش يمكن ليا نحمي الميتوكوندريا ديالي ونفيق الميتوكوندريا ديالي ولا نعاود كاع نبني الميتوكوندريا ديالي باش انه هذا الشيء ديال الحساسيه ديال الانسولين تزاد والمقاومة ديال الانسولين تنقص والنسبة ديال السكر في الدم ينقص، والنتيجة هو انه كتولي عندي نشاط وحيوية على المستوى ديال الذات ديالي كليا. نعم، مازال نكملوا دائما في هذا الاطار، واكيد مرحبا بالاسئله ديال كل مستمعين ومستمعات من خلال رقمنا اللي هو 0522 36 20 91. على شهاده فهم ملي تكلمنا على النظام ديال الوجبه الوحده اللي بزاف الناس عرفنا به، هو نوع من انواع الصيام المتقطع، الصيام 23 ساعه كيف قلتي استاذ، ولكن الناس بغات تعرف الاضرار ديالو، لان ما كايناش واحد الحاجه اللي نقدروا نقولوا غدا بهذا السيستم هادي والانسان يبقى يمشي بحياته كامله مثلا واش ما عندهاش اضرار، واش على حسب شحال غندير في الحياه ديالي، شحال غندير ديال الوقت ديال الصيام، شحال المده ديال الصيام، شحال مثلا اسبوع اقل من اسبوع ممكن ان نمشي في النورمال، ولكن لفت راه كنقدر كندمر الذات ديالي. غنشوفوا هاد النقاط هذه، واكيد مرحبا بالاسئله ديال المستمعين والمستمعات على رقمنا اللي هو 0522 36 20 91. مرحبا، تفضل. مرحبا. اذا بطبيعه الحال ما كنتكلموا على الاوماد، راه كان خصنا نقدروا نعرجوا على الاعراض الجانبيه ديالو.
انا دخلت في العمليه ديال الاومض، ولكن كنقول ياك ما يكون لها شي اعراض جانبيه اللي تقدر تاثر لي على الصحه ديالي. فبطبيعه الحال فاحنا شنو كنتكلموا؟ كنتكلموا الاومض ولكن يكون معها وجبه غذائيه متوازنه، وجبه غذائيه كامله. اذا كانت كامله ومتوازنه طبيعه الحال يقدر ما يكون عندي حتى شي مشكل. اذا كانت وجبه غير وجبه غير مهم، بغيت واحد سمعت واحد الموضه، سمعت واحد الريجيم جديد اللي كيتكلموا عليه سموه الاومض، وبالتالي بغيت انا نخرط فيه بلا ما يكون عندي معلومات قبليه عليه. الوغ شنو هنا الانعكاسات اللي ممكن انني نقدر نعيشها؟ وهي اول شيء يقدر يكون عندي مشكل كبير ديال نقص في احد العناصر المغذيه، لان في الوقت اللي غناخذ وجبه واحده وما عنديش الزنك، ما عنديش الحديد، ما عنديش البروتينات، ما عنديش في الوجبه الغذائيه ديالي، ممكن غدا ولا بعدو كما كيقول نعاني من سكون ابل لو بروبليم دو كارونس. الا كان عندي نقص في المغنيسيوم نقدر يجي عندي داك التنفس، نقدر ما نديش غير المشي ديالي ما يكونش عندي هو هذاك، الانرجي ديالي غتكون ضعيفه بزاف. وهي معروفه عند الناس اللي كيديروا الاومض انهم دغيا كيكونوا حساسين للبروده. دابا انا ناكل جوج وجبات ثلاثه ديال الوجبات ويكون شي برد قارس ما نحس به، ولكن واحد الا كان كياخذ وجبه واحده الا كان البرد قارس يقدر يولي كلهم يحس بواحد البروده لا تتصور. نعم، غير باش نفصلوا بشكل كبير، بحال مثلا كاين بزاف ديال الريجيمات اللي كتلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي، او الريجيمات اللي كتكون مجربه من عند الناس، او الريجيمات ديال زيفيرمون كيف كنسميوها، ديال اسبوع، ديال ثلاث ايام، هذه المسائل كلها. وكنعرفوا انه هذه الريجيمات الانسان كيديرها كيقدر انه ينقص الوزن، ولكن على مستوى الصحه كتكون غير صحيه، لان الانسان كيقدر يرجع الوزن ديالو دوبل او تريبل. رميسا نتكلموا على هذا الريجيم ديال الوجبه الواحده، ديال ان الناس كتصوم 23 ساعه وعاد باش كتاكل في الوجبه الواحده ديالها، كتجمع هذا الشيء المكونات كلها، واش فعلا هذيك الساعه اللي حنا غناخذوا فعلا غنلبيو فيها الحاجيات ديال الذات ديالنا؟ واش فقط انها خاصها تكون واحد المده ديال اسبوع، او النظام يقدر ان يمشي عليه الانسان؟ ولكن الا مشينا عليه كاملين باش نتفقوا انا وانت والمستمعين اكيد اللي كيسمعونا، مرحبا دائما بالاسئله ديالهم. الا انا مثلا هذا الريجيم درته نظام الحياه ديالي، واش انا فعلا ندخل الكميه المناسبه ديال البروتينات؟ واش ندخل الكميه المناسبه ديال الفيتامينات، ديال المعادن، ديال الكميات اللي انا محتاجها على الذات ديالي باش انها تضاين، باش تكون ديك الانرجي ديال باش نتحرك، باش نخدم، باش ندير بزاف ديال الامور؟ يعني ملي كنقولوا ساعه راه غنوليو في تخمه، ملي غنقولوا ساعه غنني غنجمع فيها شحال كنحتاج ديال الفيتامينات، شحال كنحتاج هذه، اولا هذا ريجيم انا كنقيو به الذات ديالنا وكندير واحد المده معينه باش الناس تفهم معنا واش هو حاجه اللي غنمشيو عليها اولا فقط واحد الاستثناء. حيت مثلا ريجيم ديال الصيام المتقطع كنعرفوا ان كيقدروا يكون فيه جوج الوجبات ثلاثه، يعني ان الانسان كيكون عنده واحد 8 سوايع ديال الاكل مثلا، اولا 16 ساعه اولا 4 سوايع ديال الاكل وغيرها ديال الصيام. كيف قلتي 8 16، فهنا كاين الناس اللي فعلا ديك 8 تسويع راه كيوزعوا فيها الوجبه ديالهم ديال الفطور مثلا، كان غيبدا مع 12، من بعد السبور وداك الشيء كيدير الوجبه ديالو ديال الغداء، من بعد كيدير واحد الكولاسيون اللي هي صغيره وكيدير وجبه اخرى، يعني كيكون ثلاثه الوجبات اولا جوج الوجبات، يعني كنقدروا نوزعوا. هنا ملي كنقول وجبه وحده وساعه واش هي كافيه باش انا فعلا تلبي الحاجيات ديالنا ديال ذاك النهار؟ ممكن ممكن كان هناك ثلاثه ديال الانواع ديال الوجبات. كاين الوجبه الثلاثيه الوجبه الثنائيه والوجبه الاحاديه. الوجبه الثلاثيه هي كاينه 4 4 12، والوجبه الثنائيه اللي هي 8 16، والوجبه الاحاديه هي 1 23. هي اللي كنهضروا عليها دابا، هي اللي كنتكلموا عليها، حنا نفصلوا في هذه. ايوا الوغ في هذه الوقيته اللي كنقول انا الان غادي نخرط الوجبه الواحده. واش علاش؟ علاش؟ لان شفت راسي بان الوزن ديالي تزاد، شفت راسي بانه الطفائح الجلديه ولات كتكثر عندي، شفت راسي بانه وليت كنحس براسي بواحد ماشي اليز في الحياه اليوميه ديالي. اذا بغيت نبدل نمط الحياه ديالي من ناحيه ديال التغذويه، نبدا بهذه العمليه هذه. ولكن الا كنت كندير ثلاثه الوجبات اربعه الوجبات ونهبط لوجبه واحده كما كيقولوا راه سي ريسكي. دائما الا كنت كندير ثلاثه الوجبات نهبط لجوج، ولكن كنت كندير ما نهبط لجوج نهبط لوحده، ولما غادي ندير الوحده
انا داك كندير بنقوم بعمليه اللي هي عمليه السمع، كنتصنت للذات ديالي. راه في الوقيته اللي غادي نشوف راسي بانه لما دخلت في الوجبه الواحده لقيت الانرجي بدات كتطلع عندي، كنقول صافي راه بديت كنحرك داكشي اللي كان ناعس في الايام الاخرى. لما الانرجي غادي تطلع عندي، لما الوزن ديالي غيبدا يتقاد عندي، لما الشعر ديالي ما يبقاش يتساقط ليا، لما الشفار ديالي ما بقاش يتساقطوا ليا، لما نشوف الظفار ديالي بدا كيرجعوا يشدوا الحجم وما بقاش يتشقوا ليا، لما الماء، راه هنا كنقول بانه الان بديت كنرجع النشاط والحيويه ديال الذات ديالي. ولكن دائما كنت الا كنت نتكلم على الوجبتين ولا ثلاثه الوجبات ولا الوجبه، دائما خصني نفكر في الطعام ديالي يكون متوازن، الاكل ديالي يكون متوازن في يعني في محطه ديال ان الوجبه متوازنه ما كاين فيها باس انني نجمعها كلها في وجبه واحده، او لا هذيك الوجبه نقسمها على جوج، او لا هذيك الوجبه نقسمها على ثلاثه. دونك هنا كتولي انا والقدره ديالي في الانخراط ديال هاد القضيه هذه. لما كنقول الاحتياج ديال الجسم ديالنا، راه الاحتياج كليتو في ثلاثه الوجبات ولا كليتو في وجبه واحده، راه سي لا ميم. فهمتي علاش؟ لانه انا شنو كنقول؟ كنقول خصني مثلا 2000 كالوري، غنخدم على ديك 2000 كالوري ولكن نشوفها في الذات ديالي. هذيك 2000 يا اما نقدر ندير 600 600 800، او لا ندير 2000 كامله في دقه واحده، او لا نقسمها على جوج ندير 1000 1000. وهنا كنقول ليسونسيال هو انني هذاك اللي الاحتياجات ديالي كمحمد وحسين هي هذه، ممكن نقسمها على فوقاش غادي نقسمها على جوج ولا ثلاثه. لما كنشوف راسي ما نقدرش على 23 ساعه ديال الصيام، كناخذها في وحده، كناخذها في جوج، ما نقدرش على جوج وجبات كناخذها في ثلاثه. لكن المشكل فين كيوقع؟ هو انني ناكل 2000 في الوجبه الاولى، ناكل 2000 في الوجبه الثالثه، ناكل 2000 في الوجبه الرابعه، انا كتولي عندي مشكله. لما كيكون عندي الامكانيه ديال انني نحصر الاحتياجات ديالي في وجبه واحده ونصوم الباقي ما فيها باس، نحصرها في جوج وجبات ونصوم الباقي ما فيها باس، نحصرها في ثلاثه الوجبات ونصوم الباقي ما فيها باس، غير المهم انه تكون عندي وجبه كامله ونعرف اشنو الاحتياجات ديالي. هنا واش كتمشيو بنظام ديال اننا حساب السعرات الحراريه؟ لان مثلا انا واحد الانسان خاصو يعرف مثلا شحال خاصو ياخذ ديال البروتينات، خاصني ندخل الذات ديالي الفيتامينات كذا وكذا وكذا، خاصني ندخل واحد النسبه ديال الماء، خاصني ندخل واحد النسبه ديال المعادن، فانا خاصني الوجبه ديالي خاصني نقراها ياك. أيوة. واش خاصني نحسب سعراتها الحراريه باش نعرف؟ بحال مثلا ملي تكلمتي على الوجبه ديال انني الا ما قديتش مثلا على وجبه كنقسم هذا كيف كنقولوا حنا بالدرجه لها الدواء، يعني انني نقسم على جوج الوجبات او ثلاثه، راه فعلا انني غنقدر ناكل واحد الجزء الماكله والنفس والشراب وهذه المسائل كلها، يعني انا ما غنتقلش على الداتا ديالي، يعني تنتكلم على انني ما نتخمش ما نتقلش على الداتا ديالي. واش هنا هذا النظام هذا باش عاود جاوب على السؤال ديالي، عن واش هذا النظام هذا اللي تكلمنا عليه ديال الوجبه الواحده وديال الصيام ديال 23 ساعه، واش الانسان يقدر يمشي به حياته، او لا هو نظام ديال انني كنقي به الداتا ديالي واحد المده معينه، كنحقق به واحد الحاجه على مستوى الداتا ديالي، واش الا كثرت منه او لا طولت فيه، او شو ممكن انه يكون عنده واحد الاضرار على مستوى الصحه ديالي، لان غينقصوا بزاف ديال الحاجات ربما ما كندخلهمش للذات ديالي، لان ما عندوش كوبي كولي الماكله ديالي الوجبه اللي خديت اليوم هي اللي غناخذ غدا، راه الانسان راه فعلا غيستوكي من ديك الحاجه ما يبقاش ياكلها. راه ديجا تكلمتي على هذه النقطه هذه، واش هذه الوجبه الوحده واش هو نظام اللي هو ناجح انني نمشي به حياتي، او لا نظام اللي هو مناسباتي؟ غنرجعوا ناخذوا الجواب ديالكم. اكيد مرحبا بالاسئله ديال كل المستمعين والمستمعات على رقمنا اللي هو 0522 36 20 91. ودائما ككل اربعاء رفقه الاستاذ والباحث محمد حسين المتخصص في التغذيه كذلك، نتكلموا اليوم على هذا النظام اللي ولينا بزاف الناس ولات كتمشي في نظام الصيام المتقطع، يعني كاين الناس اللي خدموا كنظام ديال الحياه ملي كنتكلموا على جوج الوجبات او لا ثلاثه او لا هذه الامور كلها، ولكن اليوم حنا تنتكلموا على نوع منه اللي كيعتمد على الصيام ديال 23 ساعه والاكل في ساعه واحده. سولنا واش عنده الاثار جانبيه على الصحه ديالنا، كنتي تكلمتي ديجا قلتي ان فعلا الى الانسان كاين واحد الاثر، يعني الى ما عرفناش كناكلو، الى ما عرفناش شنو تندخلو للذات ديالنا،
هذا النظام هذا سولتي قبل واش هو النظام اللي نقدروا نعتمدوا عليه حياتنا يمشي به الانسان كنمط حياه او لا فقط ديال المناسبات الصيف جاي الانسان عنده شي عرس عنده شي مناسبه بغى يعني انه يرجع الوزن ديالو كيف كنقولوا مرة رمضان الى انسان زاد في الوزن شويه واش ممكن اننا الانسان يدير هذه المساله هذه يعني اننا نعتمدوه كنظام ديال هذه المناسبات او لا يقدر ان الانسان يمشي به كنمط حياه واش ما كيهضرش من بعد هو الا كان الانسان كيعرف شنو كيدير مثلا في الاكل ديالو يعرف راسو بانه فعلا هذيك الوجبه الكامله ديك الوجبه اللي خصو ياخذها في اليوم ديالو كافيه يقدر يمشي بها كنمط حياه ولكن لا بلوبار ديال الناس اللي متبعين الاوماد كيتبعوه وفق ان اوبجيكتيف وفق واحد الهدف معين الو في الوقت اللي كتقول وفق واحد لوبجيكتيف ولا وفق واحد الهدف معين كيعني بانه في الوقت اللي غادي نبدا انا الاوماد غنبداه وغادي نقول انا زايد في الوزن ديالي ب 15 كيلو لما نشوف راسي بان الوزن ديالي حيت داك ال 15 كيلو غادي نقدر نحبس لما نشوف راسي بانه داك لي الطفائح الجلديه اللي كانت عندي في الذات ديالي تحيدات كنقول صافي وصلت للهدف ديالي نرجع ليتا نورمال وهنا فين كيكون عندي تخوف هو انني كنكون انسان غير متخصص وما كنعرفش شنو هو الواجبات اللي كاينه عليا لكن لما كنكون متخصص كنعرف بانه الا حطيت الوجبه الغذائيه ديالي كامله راه نقدر نمشي بها حتى المده الزمنيه ديالي طويله ما حدي كنشوف بان الانرجي مازال عندي ما حدي كنشوف بان كاين هناك تحسن مازال على المستوى ديال الاداء ديال الذات ديالي انا ممكن انني نمشي به مده زمنيه طويله كاين اللي كيوقف به في سميتو في ثلاثه الاسابيع كاين اللي كيديروا مده ديال شهر كاين اللي كيديروا مده ديال ست شهور وعلى حساب الاهداف اللي انت مترسيها في الحياه اليوميه ديالك وهذاك الهدف اللي ما كتوصل ليه ممكن انك تحبس هذا النظام الغذائي ديال الاوماد وترجع لجوج وجبات في النهار وهذه هي المثاليه ولا ترجع لثلاثه الوجبات في النهار ولكن كما الا درنا 4 4 12 واحترمناها بالشكل اللي خصو يكون افيك الماكله المتوازنه كون على اليقين حتى هي غير نفسيا كتقول صافي ديك ثلاثه الوجبات ديالي اللي كنت موالف كناخذهم انا رجعت لهم هنا كيكون العامل النفسي كيكون عنده كما كيقولوا لومبورت على الـ 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 على أش على شيء اخر ممكن انني نمشي حياتي كامله بوجبه واحده ولكن نكون عارف راسي بانني راني في ديك الوجبه كنحط جميع الاحتياجات ديال الذات ديالي او لا ندير جوج وجبات وهذه كما كنقول دائما هذه هي المثاليه لان النظام ديال جوج وجبات انا ما يزيد على ثلاثه سنوات وانا غادي به الحمد لله بالعكس حسيت براسي بانه كان هناك واحد تحسن كبير على المستوى ديال الاداء الفيزيولوجي ديالنا وحنا دابا عندنا وسائل والات اللي كنعبروا بها الميتابوليزم ديالنا وكتشوف لاج ميتابوليك ديالك كيفاش غادي وكيتحسن بهذه الطريقه هذه كتعرف راسك بانك راك الطريق ديال الصواب وراك واخد واحد المنحه اللي فيه تصحيح ديال الذات ديالك وتصحيح ديال الاداء ديال الذات ديالك على احسن ما يرام. ممتاز. اذا حنا ملي تنتكلموا على نظامنا وتنتكلموا على 15 يوم مازال لم شهر رمضان اللي كنتمناو دائما تكون خير وبركه يا رب والكثير من الاجتهاد على مستويات اللي هي كثيره. الناس بزاف دائما كندخلوا في رمضان بزاف ديال المواد الغذائيه للذات ديالنا يعني من الوجبه ديال الفطور حتى الوجبه ديال السحور حتى الاهميه ديالها وحتى يعني انه هذه الوجبه هذه خاصها تكون يعني باش الانسان كيضايل غد ليه باش كيبقى. انا اللي جاي نتكلموا على عناصر غنتكلموا ونفصلوا ما بين فواكه وخضروات اشنو اللي لازم اننا نحطوه وندخلوا في المواد ديالنا يعني الا جينا نرتبوهم نديروا هرم ديال الخضروات وديال الفواكه مثلا في الخضروات ديالنا اشنو الحاجات اللي ممكن انا الانسان نحطها مثلا من الوجبه ديال الفطور ديالو حتى الوجبه ديال السحور ومن بعد غنمشيو للفواكه حتى من الوجبه ديال الفطور حتى الوجبه ديال السحور لان تبارك الله كيف كنقولوا السوق كاين العرض كاين وحتى الطلب كاين في رمضان فجينا نشرحوا للناس شنو هي الحاجات اللي اعتمدوها دائما قدوا على شكل هرم باش الناس تتبع معنا بشكل اكبر ومرحبا دائما بالاسئله ديالهم على 0522 36 20 91 تفضل. فيما يخص هذا السؤال الجسم ديالنا هو اعطيه الورقيه الخضراء وخاصة في لي سالاد انا كان دائما ولات عندي هاد لا توندونس ديال انه خصنا نشوفوا بانه الشلاطه ديالنا يكون فيها الخضوريه متميزه ديجا غير لو فيت ديال انك تشوف الخضوريه في الشلاطه ديالك لها دور كبير على الصدر ديالنا
دايور او نيفو ديال الصدر ديالنا كاين واحد الشاكرا اللي مسمينها الشاكرا فيغ واللي كما كيقولوا كتحمق على اللون الاخضر. وبطبيعه الحال لما كيخرج الانسان سبحان الله كيخرج للطبيعه وكيلقى داك الخضوره في المستوى ديال داك لوريزون اللي كيتمشى عليه كيلقى واحد الراحه لا تتصور. اذا الخضوره كتكون اول حاجه مطلوبه في مطلوبه على في التبصيل ديالنا تكون نكثروا من الخضره نكثروا من الخضره. ما هو اخضر يكون كثير بزاف في التبصيل ديالنا. ثم كنجيو لجهه البطن والبطن كنعرفوا بانه لا كولور اورانج كيحمق عليها. الوغ لا كولور اورانج فين ما نشوف شي حاجه اورانج نحطها في التبصيل ديالي منهم البرتقال منهم الخيزو منهم القرعه الحمراء منهم الكاكي هادو كلهم دي كولور. كيدخل في الفواكه دابا باش ما لا غير باش كنقول لك الخضروات لا باش الناس تمشي معنا كيف اتفقنا نشوف الخضروات بوحديتها باش الناس تمشي معنا ومن بعد نمشيو في الفواكه واكيد غنمشيو في نقاط اخرى باش هكذا المستمعين دائما يقادوا الهرم ديالهم بهذا الشكل. ارجعوا نفصلوا في هذه النقاط كيف قلتي ربما الحاجه الاولى اللي غتجي في راس الهرم هي الخضروات الورقيه او لا لا كولور ديال الخضر. أيوه. بالتحديد قلتي من بعد كتجي الخضروات اللي اللون ديالها برتقالي او اللون ديالها كيف كنقولوا غامقه دي لورانج وهذ الامور. أيوه. كلها ارجعوا ونشوفوا ايضا اشنو هي عاود المواد الغذائيه الاخرى اللي في نطاق ديال الخضروات اللي هي ممكن على الانسان يرجعها بالترتيب هذا اللي ذكرنا معك. واكيد مرحبا بالاسئله ديال المستمعين والمستمعات على 0522-36-91 على شهادة FM. مازال معنا ومعكم الاستاذ والباحث محمد وحسين المتخصص في التغذيه كذلك كنتكلموا على نظامنا الغذائي وبزاف ديال الامور. بدينا بنظام الوجبه الواحده وتكلمنا عليه وتكلمنا حتى واش عنده اضرار او لا الانسان كيفاش ممكن انه يعتمدوا في الحياه ديالو وشنو الاشياء اللي خاصو يرد لها البال دائما في هذا النظام هذا. بعد مشينا لاهم الامور اللي خاص الانسان يدخلها في 15 يوم اللي باقى من شهر رمضان واش لازم بقى نمط حياه اللي من بعد قلنا نديروا هرم ديال اشنو كيجي في القمه ديال هذا الهرم من ناحيه ديال الخضروات واللي كتنفع واللي كتعطي فعلا للذات ديالنا كل ما كتحتاجهم. بعد غنمشيو للفواكه. هنا الخضروات قلتي في البدايه ان في راس الهرم ان يكونوا الخضروات الورقيه او لا لا كولور ديال الخضر بعد اللون ديالها اورانج وحنا غاديين اشنو لا كولور التالي او شنو هي الخضروات التاليه اللي حتى هي خاصنا ندخلوها في النظام الغذائي ديالنا. قلنا كاين لا كولور فيرت اللون الاخضر ما بين اللون الاخضر عندنا البروكولي عندنا لي زيبينار عندنا عندنا الهليون عندنا الكورجيت عندنا بار اكزومبل لي هاريكو فير عندنا اللوبيا الخضراوي الكونكومبر الخيار الخيار عندنا لافوكا عندنا داك لي شوفريزي ديال عرفتي هادو كيدخلوا في اللون الاخضر كيف قلتي لوبيا الخضراء قلتي القرعه الخضراء قلتي الخيار قلتي هذا البروكولي الهليون البروكولي لافوكا لافوكا هادي داخله في كيما كيقولوا في لي دو فوالا كيقدروا الناس انهم يديروها كوجبه كامله او كسلطه كامله. ممتاز. الو فيما يخص عاوتاني اللون الثاني اللي عزيز على المعده والامعاء الدقيقه والقولون والاثنا عشر هذا اللون البرتقالي بحال غالبا اللون البرتقالي بحال الخيزو ديك البطاطا الحلوه اللي اللون ديالها برتقالي كاين تكلمنا على القرعه الحمراء اللي انت اللون ديالها برتقالي داك كاين ديك الفلفله كاين ديك الفلفله كذلك اللي اللون ديالها برتقالي المونغ اللي هذه داخله في الفروي مهم هادو اللي عندهم هاد اللون البرتقالي اللي باش الناس تفهم خيزو الكولور ديالها اللي غامقين هي اللي هضرنا عليها في الاول هذه دابا اللي اللون ديالها برتقالي. يعني كيف قلنا اللون ديالها بحال خيزو هادو كلهم اللي عندهم اللون برتقالي مهمين جدا الجهاز الهضمي كليا من المعده الامعاء ايوه والاولانيين اللي قبل صحه المعده الصدر فوالا البرتقالي المعده والجهاز الهضمي كله من المعده حتى الخروج ديال الانسان. بالنسبه لما هو لون اخضر الجهاز التنفسي كذلك ان اللون الاصفر للكبد وذاك والمراره وذاك ذاك الاوريزونتال اللي كيجي مع الكبد كله انا كيحمقوا على اللون الاصفر منهم الحامض
فوالا هذا الحمد لله لهم دور كبير. وداك اللفت اللي كيكون اللون ديالو صفر حتى هو عزيز عايش بالنسبه للجسم ديال الانسان. ثم كذلك اللون الاحمر وهو عاوتاني المنطقه السفليه جهه الصحه الكلوي الجهاز التناسلي داكشي كله كينفع بزاف لهذيك المنطقه. هنا فيهم هنايا نتكلموا على الباربا لا نتكلموا على هذيك موف هذيك كتمشي حنا غادي نجيو ليها هذيك اللي كتخدم على الدماغ. دابا لو روج عندنا لا طوماط عندنا الفلفله الحمراء عندنا لي غادي الفجل عندنا الباربا وعندنا داك التفاح داخل في الفواكه هادو كلهم الحوايج اللي هادو ديال صحه الكيلي وهذا لان لا كولور ديالها وانا كنتكلموا على الكيلي كنتكلموا على الدم يعني فوالا اللي لا كولور ديالها بلو ولا موف مزيانه جدا لما هو دماغ ديال الانسان بحال الدنجال مهم جدا للدماغ ديال الانسان دوك الملفوف اللي كيكون موف حتى هو مهم جدا للدماغ. كاين كذلك داك البصله داك البصله اللي كتكون صغيره حتى مايله حتى هي موف راه كاينه كتكون موف ديك الخضريه ديك اللي هي الخضريه ولا الاخرى حتى ديك اللي كتكون يابسه راه كتلقى فيها كنسموها حمراء ولكن لا كولور ديالها كتكون اصلا موف. هادو حتى هما من الاشياء اللي كتكون كتعطي اللي خصها تكون في الوجبه الغذائيه ديالنا. إذا كان هاد الشيء كله محطوط بهاد الاشكال وبهاد الالوان هادو كنقول راني عطيت للرئه ديالي، عطيت لجهه الكبد ديالي، عطيت للجهاز الهضمي ديالي، وعطيت كذلك للدماغ ديالي الاشياء اللي كتكون مفيده لكل منطقه ولا كما كيقولوا كل بوست. فهنا كيسهل عليا الالوان يفكروني بان كل لون كيمشي لواحد المنطقه معينه وكيشتغل يشتغل عليها. وهاد الالوان كتحرك ما يسمى بنا بلي شاكرا. عندنا واحد السبعه ديال لي شاكرات في الجسم ديالنا. عندنا الشاكرا فيوليت عندنا في الراس ديالنا، وعندنا الشاكرا بلو عندنا جهه الوجه، وعندنا الشاكرا النيليه داك النيلي في جهه لا تيغويد، وعندنا الخضراء جيت الصدر، وعندنا الصفراء جيت الكبد، وعندنا الحمراء جيت الجهاز الهضمي، وعندنا الحمراء جيت الجهاز التناسلي. هاد السبعه ديال لي شاكرات كيتحركوا بهاد الالوان اللي تكلمنا بهم. هاد السبعه ديال الحمراء كتجمع المعده والجهاز التناسلي والجهاز البولي والبرتقاليه الجهاز الهضمي والصفراء ديال الكبد والهوريزونتال ديالو الخضراء الصدر الجهاز التنفسي الموف والبلو والنيلي كيخدموا الراس. هادو دونك هكا كنشوف هاد الالوان كل ما حطيتها في لاصالات ديالي كل ما كنقول بانه الحمد لله اعطيت ما يكفي لكل مكون ولا لكل بارتي في لو كور ديالي. نعم ممتاز. اكيد مرحبا بالاسئله ديال المستمعين على 0522 36 20 91. الفواكه حتى هي ترتيبها واهميتها حنا كنتكلموا على الترتيب ديال الفواكه باش الناس تعرف شنو تدخل في النظام الغذائي ديالها في هاد ال 15 يوم اللي بقات ان شاء الله من شهر رمضان باش هكا تتمشي في اطار اللي هو صحي 100%. شنو هما الفواكه تا هو بهذا الترتيب هكا الناس تعرف شنو الحاجه اللي خاصها هما الفواكه حنا غادي نخدموها في نفس اللون واخا دونك عندنا الالوان اللي تكلمنا عليها في الخضروات غادي نتكلموا عليها كذلك حتى بالنسبه اللي فروي نبداو مثلا بلوفير الفواكه اللي هي لونها خضراء مثلا تفاح زيد الكيوي وي انا نطرح لك على السؤال شنو قلنا تفاح الكيوي لافوكا مزيان وي العنب الاخضر الهنديه كما قلت لافوكا العنب كيف قلتي الكرموس الاخضر هادو كلهم اللي عندهم داك لابو ديالهم واللي عندهم اللون اخضر هادو مهمين جدا للصدر ديال الانسان والعمل ديال الصدر يكون بجديه. ثم كذلك كان عندي لا كولور اورانج منها البرتقال المونغ الباباي المشماش لابريكو الشهديه
لو سيترون لا لا حيت كاين اللي المندارين الصفر هو السيترون كاين الصفر والخضر لا داك شنو كيقول ليه البرتقال هذا كتكتب عليه الليمون داك بومبليموس بومبليموس غادي الصفر غادي الصفر كاين 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 اورانج كاين هذا البرتقالي الاحمر لورونج يا ربي سمحي لي وكاين كذلك لو روج لو روج منهم الفريز الفرومبواز التفاح الاحمر التفاح الاحمر حب الملوك كاين الرمان كاين الدلاح كاين كذلك الشريحه الحمراء داك الكرموس الاحمر كاين العنب الاحمر العنب الاحمر هادو كلهم العنب كيدخل في الموف في لا كولور موف فوالا حيت هو غادي يغامق شويه غادي لو بلو الموف هنا فاش نرجعوا على ما هو موف كاين عندنا الميرتي وكاين عندنا العنب وكاين عندنا لي برون البرقوق البرقوق حتى هو عنده عندنا عاوتاني دوك الشريحه اللي او الكرموس اللي كيكون فيولي راه دابا راه مازال موجود في هذه الايام كيبان وداك الهنديه فيوليت راه دابا دايره بحال بحال الدم مهمه جدا للدماغ بحال الكرموس بحال الكرموس اكزاكت دايره بحال الكرموس وموف كلها من الداخل تقريبا غدا اللون ديال الباربا اكزاكت وكاين وقلنا لي بيش الخوخ هنا الخوخ ياك حتى هما كيكون داك اللي كيكون لا كولور ديالو موف هذه حتى هي التشكيله اللي ممكن اننا ناخذوها بعين الاعتبار لو جون راه كيتفاح الاصفر وي حتى هو مهم جدا الاصفر والحمر والليما هما اللي كيكونوا هادو نحاول انني نشوف في الطابله ديالي كل مره كل مره نشكل كل مره نشكل واحد النهار نخدم على الدماغ وناخذ كل ما هو موف واحد النهار نقول اليوم غادي نخدم على الرئه ديالي ونحط كل ما هو اخضر واحد النهار غادي نخدم على الكبد والمناطق المجاوره غناخذ ما هو اصفر غنقول اليوم غادي نخدم على المعده ديالي ناخذ ما هو برتقالي فالفاكهه ممكن ناخذ نوع واحد اما الخضروات ممكن نشكلهم كاملين وحطهم في انسالاد وهكا كنحط الوجبه الغذائيه ديالي فيها فواكه فيها سلطه مشكله وفيها البروتينات زائد الدهون بالشكل اللي تكلمنا وهنا كنكون عندي حطيت الوجبه الغذائيه بلا ما نكون قاري غير نشوف الالوان كنقول راني لبيت الحاجيات والاحتياجات ديال الذات ديالي من الفها الى يائها. نعم غير نرجعوا نتكلموا على الاهميه ديال السوائل حنا سي فغي الاهميه ديال الماء ما تناقشوش فيها لان كنعرفوا ان الماء اللي هو مهم للذات ديالنا ومهم جدا والتكوين ديال الذات ديالنا ولكن الناس غتبغي تعرف حتى ترتيب ديال السوائل في الصيام ديالنا يعني من في الوجبات اشنو ناخذوا من غير الماء اشنو ناخذوا كسوائل دي تيزان هاد الامور كلها وناخذوا مكالمات دائما على 0522 36 20 91 ومعنا معنا شكون المستمع اللي معنا عبد العادي اعطيني المستمع الو السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله عافاك شرفني بالاسم ديالك فوزيه بتمارة مرحبا فوزيه تفضلي كديرة جميلة لاباس عليك الله يحفظك ليا الله يحفظك ليا علينا وعليك بالصحة والسلامة يا ربي بغيت نسول الدكتور مرحبا عندي واحد الأخت ديالي كانت هذيك الجرثومة المعدة أيه ومسكينة دابا هي خربت واحد السكينة ديال الجرثومة شوية السكينة قاصة عليها ودابا هي جا واحد المشكل في الأمعاء ديالها دابا في المصارن ديالها وديك الشيء صافي ولات بحال روبين لا دياغي اللي تديرها اللي كتاكلها صافي تشد الوجه كتمشي صافي واحد الوجه صافي روبيني دابا هذا المشكل كتعاني منه دابا هاد السنه هذه كلها كتعاني منه والوزن ولا تتوزن من 80 ولا تتوزن 42 كيلو يعني واحد الحاله ولات فيها ما نقولش لك دابا بغيت نشوف غير الدكتور الا كاين شي تغذيه ولا شي حاجه وعيت الاطباء دابا هي متبعه الفوزيه متبعه هي في المساله ديال هادشي ديال الجرثومة المعده كتاخذ دوايات والعلاجات ديالها خاصه نظام غذائي اللي يتماشى لها مع هاد الجرثومة مع العلاج اللي تتاخذ ياك دابا فوالا الاسئله اللي جاها
دابا ما بقاتش دابا شي حاجه ما بقاش كتبقى لها في الامعاء ديالها صافي ملي كتاكلها كتحسي ما لا فيتام كل شيء مشى لها كل شيء طاح في الوزن بزاف. نعم واضح ولا عندك لا سؤال؟ ممتاز واضح سؤال ديالك فوزيه. شكرا لك بزاف اصبقينا في الاستماع. شكرا جزيلا وشكرا موصول كل المستمعين والمستمعات. كيف كنقول حنا بالدارجه تمرتت يعني وتكلمت على ان كيجيها الاسهال بزاف. هي سولات على تغذيه اللي تقدر تكون مناسبه لها اللي ممكن انها فعلا توافق في هذا الشهر هذا. شنو نقدروا نجاوبوها كنصيحه من خلالك؟ الوغ بالنسبه لهذا الاخت اللي سولتنا وقالت لك اودي بان عندها مشكل ديال جرثومه المعده هذا كيتبين بانه والان كتاخذ الحصه ديالها من الادويه ولا من العلاج. شنو المكملات الغذائيه وشنو هي الوجبات الغذائيه اللي نقدر ننصحوها باش انها تعاونها على ازاله الاثار ديال ذاك الميكروب اللي كيدير ارهاق لكاع الناس المساكن اللي كيعانيوا منه. اولا كان عندنا الخل ديال التفاح. الخل ديال التفاح مهم جدا وتشوف الا ما كانش عندها مثلا حساسيه للخل ديال التفاح كتاخذ كما كيقولوا لاتيزان ديال القشور ديال البرتقال حتى هي عندها نفس المكونات اللي كيؤديوا نفس الواجب غير هذه كتكون شويه كان عندنا واحد المجموعه ديال الناس اللي كيلقاو عليها حساسيه بار كونتر لاتيزان ديال القشور ديال البرتقال ما كاينش مشكل. كذلك العصير ديال البربا مهم جدا الناس اللي عندهم مشكل ديال جرثومه المعده وكذلك كاين واحد زيت الكوك فيه واحد لا سوبستانس اقوى مضاد حيوي اللي يقدر لنا على داك الجرثومه المعده. اذا في الوقيته اللي كناخذ هذا الثلاثي بعد اولا الخل ديال التفاح و الباربا هادو كيلعبوا دور ديال الام كيحفزوا العمل ديال لا زون باريتال باش كتنتج ليا الاحماض او لاسيد كلوريدريك اللي لما كيكون هو كان اوتوماتيكمون جميع الانواع ديال الميكروبات الاخرى كيتم القضاء عليها. لكن فيما يخص الدياري باش اننا نعاونوها ان الدياري تخفف عليها كان عندنا الاكل ديال الحوايج ما هو جميع المواد اللي هي كما كيقولوا ذو ناعمه بحال البنان بحال التفاح اللي كيكون طيب بحال المرمل اللي كيكون ويكون طيب بحال المسلوق هذا كل ما صوبته بحال سو فورم ديال بيوري فهو مفيد جدا للجسم ديالها. كذلك الخيزو اللي كيكون بيوري البطاطا الحلوه مهمه جدا الكورجيت الا كان حتى هو مسلوق وممعوك لافوكا هادو كلهم اشياء اللي ممكن يعاونوني على لي دياري عاوتاني باش انني نقلب كما كيقول لا تكستور من سائل الى قاصحه شي شويه ممكن ناخذ الرز الابيض ماشي الرز الكامل الرز الابيض فهو مفيد لهذا الامر هذا. كذلك البويون ديال الدجاج يا اما ديال العظام ديالها ولا ديال الدجاج كله البويون ديال الخضروات الماء ديال الخضره المسلوقه فهو كذلك كيعطيني لي زيليكتروليت اللي كينقصوا لي من ذاك المشكل ديال الدياري اللي كيكون عند السيده او للسيد. كذلك الياورت الياورت لانه كيكون غني بالبروبيوتيك وهذاك البروبيوتيك مفيد جدا للجسم ديال الانسان وتفادى وتبعد نهائيا من كل ما هو العطور داك ليزيبيس التوابل جميع الدهون تحيدها من هذا الفريت جميع الانواع ديال الفريت ممنوع يعني المقليات وكذلك لاكافيين واتاي تبعد منهم حتى تولي الجهاز الهضمي ديالها رجع للطبيعه العاديه ديالو عاد ديك الساعه تاكل وتاكل بالطرق العاديه. نعم الوقت ما كفيناش باش اننا نتكلموا على الامور اللي كتخص السوائل لكن خصو لها حلقه ان شاء الله نبداو بسؤالنا يكون ديال الاسبوع الماجي. مرحبا شكرا بزاف الاستاذ والباحث محمد وحسين انت متخصص في التغذيه لقائنا ان شاء الله كيتجدد الاربعاء المقبل باذن الرحمن.